مين سلطان الطرب؟ مين هي؟ مين سلطان الطرب؟ جورج وسيف. سلطانة الطرب فلة الجزائرية توجدت بإمارة دبي لوضع اللمسات الأخيرة لألبوم الخليجي الأول اللي بيحتوي على أغنيات من كلمات الأمير خالد الفيصل وألحان محمد عبده. طبعا الألبوم لم يخلو من البصمة الجزائرية المميزة في حياة الفنانة فلة، والتي قالت في حديث خاص للزميلة رندا جبر إنها سلطانة الطرب ولا أحد ينافسها في هذا المجال. فلة الجزائرية حجزت متواجدة الآن في دبي لتحضير الألبوم الخليجي القادم، تحدثين عن هذا الألبوم والملحنين. الألبوم هذا حبيت يكون الخليجي، حبيت أدخله عن باب الطرب الخليجي، فالألبوم حيكون مميز بمختلف الألوان الطربية الشعبية المختلفة، الفولكلور، وتعرفي الفولكلور الخليجي يعني كبير، يعني أنا أعتبر نفسي محظوظة جدا أني يكون شاعر الشعراء القدير اللي أنا حفظت له عدة أغاني، فمن حسن حظي أنه يشرفني وأتوجه على رأسي سمو الأمير خالد الفيصل لحن مطرب العرب محمد عبده، فيكون طبعا الأستاذ يحيى العمر اللي هو منتج منفذ وأنا تشرفت بلقائي به، حيكون له لحن كذلك، حيكون الأستاذ صالح الشهري اللي من زمان كان لازم أغني له والحمد لله جرى وقت إنه يكون ألبوم لمشة مع حفظ الألقاب يعني.